والمنطوق قد يفهم بالعقل استقلالا أو بواسطة الحواس، وقد يدل على ضروري أو حاجي أو تحسيني، أو على حسن أو قبيح، أو مصلحة أو مفسدة، أو مقصد أو وسيلة، عيني أو كفائي، معين مخير أو مضيق أو موسع، أو سبب أو شرط أو مانع، أو صحيح أو فاسد، أو ضروري أو نظري، أو أصل أو فرع، كلي أو جزئي، قطعي أو ظني، جبرا أو زجرا، أداء أو قضاء، رخصة أو عزيمة، وقد يكون أمرا أو نهيا أو عاما أو خاصا، مطلقا أو مقيدا، مجملا أو مبينا، ظاهرا أو مؤولا، ناسخا أو منسوخا، معللا أو تعبدا، وإن كان في المقاصد قد يدل على أمر عقدي أو فقهي أو سلوكي، وقد يتنازع فيه أو يتفق عليه، والله تعالى هو الموفق.